هذا هو المدخل الرئيسي للسدة العلوية من الناحية الغربية، ويماثله من الناحية الشمالية مدخل رئيسي كذلك. المسجد يتسع في هذا الطابق لحوالي 2500 مصلي فقط في هذه المساحة الأولى، وهذه بفضل الله تبارك وتعالى يعني لكثير من المناسبات التي تحتاجها المنطقة. وفي هذا المكان وهذه المنطقة نغطي صلوات الجنائز، صلوات العيد والمناسبات المختلفة. وهذا هو المدخل الشمالي الذي يماثل المدخل الغربي بالتمام والكمال.